يسعد أوقاتكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج منا وفينا. اليوم رح ناخدكم بجولة مميزة داخل مدينة دورة. إحنا اليوم قاعدين في وسط مدينة دورة مع أحد كبار مدينة دورة لحتى نتعرف على تراثها، على قصتها وعلى تاريخها كمان إن شاء الله، من خلال الأستاذ محمد أبو صالح. أكيد أهلا وسهلا فيك محمد دياب أبو صالح، رح يحكي لنا ورح يروي لنا شغلات كثيرة موجودة في مدينة دورة. ولكن في البداية أكيد من نرحب فيك أستاذي، وأهلا وسهلا فيك عبر شاشة فضائية النجاح. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله في بلدكم دورة، البلد الأول دعني أقول في هذا الزمان المبارك وهذا اليوم الطيب في هذا رمضان الكريم. أهلا وسهلا بفضائية النجاح التي تنم عن التفوق والنجاح. الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك وتحية لك. وإحنا في وسط مدينة دورة الآن عمالنا منشوف الحيوية ومنشوف الناس ومنشوف كمان حركة المواطنين. تحكينا شوي يعني عن مدينة دورة وتاريخ مدينة دورة، ولكن قبل ما نحكي عن مدينة دورة وتاريخ دورة بدنا نتحدث عنك الأستاذ محمد. يعني مين هو وقدي لك أنت موجود هون وشو الأشياء اللي بتعرفها عن مدينة دورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخوك في الله محمد دياب أبو صالح. أنا من سكان دورة ومواليد دورة عام 1946، وكانت لي أرض في عام 1948 وقد أخرجنا اليهود منها، ثم التجأنا إلى دورة بحيث أنه كما هو معلوم أن دورة وعشائرها تنتشر في نفس البلد وفي القرى أو الخرب التي تحيط بها. فإحدى هذه الخرب كانت قريتنا أيضا التي هجرنا منها عام 1948، ثم التجأنا إلى بيتنا وإلى أرضنا في الجبل. بطبيعة الحال أنا والعياذ بالله من القول أنا أخوك في الله كما ذكرت محمد دياب أبو صالح، من مواليد وسكان بلدة دورة، عشت وترعرعت ودرست حتى المرحلة الثانوية في مدارسها التي تعتبر من أقدم مدارس فلسطين التي أنشأت عام 1932-33 وهي المدرسة الرازية الحالية. أنهيت الدراسة بعد أن قدمت المترك الابتدائي والإعدادي والتوجيهي، ثم درست معهد المعلمين إدارة، ثم درست في الجامعة الأدب العربي وعملت في جهاز الأوقاف لما يربو على 40 عاما ما شاء الله. ومن فضل الله تفرغت وتوجهت في هذا العمل إلى الأبحاث العلمية في عن الخليل وعن القدس وعن تراثنا وحضارتنا. فلي 4 كتب عن الخليل وحدها و4 كتب من فضل الله عن القدس لوحدها وديوان شعر بعنوان عاشق. يعني انت بدك مجموعة حلقات مش بس حلقة منا وفينا، ان شاء الله راح نكون موجودين معك. ديوان شعر بعنوان عاشق الأرض، أكتب الشعر العمودي الموزون المقفى على نمط الشعر التقليدي كالشوقيات أو المتنبي أو غير ذلك. عندي عمرك البركة يا حج. الآن أنا من مواليد 1946، يعني عمري الآن 72 عاما. الله يزيد عمرك يا رب. تفرغت للعمل الأكاديمي والدراسة والتدريس في المساجد والعمل الإداري، فعملت رئيس ديوان أوقاف الخليل، وعملت مدير للثانوية الشرعية في الخليل، ورقيت إلى أن أصبحت مدير في الأوقاف، مدير البحث والتوثيق في وزارة الأوقاف، إلى أن أحلت على التقاعد في عام 2006، وقد أحلت على التقاعد الأردني في عام 1994 من فضل الله. وما زلت واعظا متجولا أدرس في المساجد، وكان الدرس الأول لي في المسجد الأقصى المبارك في رمضان المبارك، والدرس الثاني أو الجمعة الثانية إن شاء الله في المسجد الإبراهيمي الشريف ما شاء الله. بطبيعة الحال أنا الآن عضو في العديد من الهيئات والمؤسسات الثقافية والدينية، ومنها أولا أنا عضو الهيئة الإسلامية العليا التي رأسها سماحة الشيخ عكرمة صبري، وعضو مجلس هيئة العلماء والدعاء، وعضو مجلس أمناء هيئة العلماء والدعاء فلسطين، عضو المؤرخين الفلسطينيين في القرن العشرين في فلسطين أيضا، عضو رابطة الجامعيين في الخليل، أيضا عضو اتحاد الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين، والعديد من المؤسسات الثقافية. ربنا يطول بعمرك وأنت ما شاء الله موسوعة. نتحدث شوي عن مدينة دورة. يعني دورة بنسمع عنها كتير بيحكوا عنها، بس ياريت أنه كمان أنت كمواطن وكمعمر موجود في دورة تحكينا شوي عن تراثها، كيف كانت وشو سبب تسمية دورة؟ نعم، دورة يقول فيها الشاعر: دورة العزيزة لوطن وهي المنى وهي السكن، وجميع ما فيها حسن فيما مضى رجعت على كل الممالك في الولد. تقع دورة في الخاصرة الجنوبية الغربية من فلسطين. دورة تتبع إلى مدينة الخليل،
ودورة بطبيعة الحال سبب التسمية أنها اسم كنعاني قديم، أي أنها موجودة قبل ظهور بني إسرائيل على مسرح الأحداث العالمية. فدورة من مدن الكنعانية التي ورد اسمها في التوراة، وما زالت الآثار الكنعانية كالآبار والحجارة والبيوت القديمة الكنعانية موجودة في دورة في الجهة الغربية والشرقية منها أيضا وفي داخل البلد. وأما سبب التسمية فهو اسم كنعاني. دورة لها ميزات كثيرة. أولا الموقع، الموقع تجد في دورة الموقع الجغرافي، فيها جميع فصول السنة، الحار والبارد والأغوار والجبل وغير ذلك. دورة تعتبر نواة للقرى المحيطة بها، حيث يحيط بدورة أو بنات دورة 99 قرية أو خربة لها. مساحة أراضي دورة الزراعية 240 ألف دنم، يسكن دورة 36 عشيرة ما شاء الله. ودورة أيضا أرض وفعلا 99 قرية نعم موجود فيها ولا بس كلام؟ مزرعة كانت ولكنها تحولت إلى قرى، والقرى أصبحت مدن أيضا كما هو الحال. قرية اليسيرية فهي مدينة اليسيرية، هي دير سامت والسيمة والمورق والكوم. أما بيت عوة فهي قرية أو مدينة بيت عوة، عندنا قرى كبيرة وفيها يعني عدد السكان ما يربو عن 10 إلى 15 ألف، جميع وسائل الراحة والكهرباء والخدمات متوفرة والدوائر والمؤسسات موجودة أيضا في هذه القرى. يعني بدنا 99 حلقة لما نعم نوصل لهم. نعم ونيف. ولذلك فإن دورة فيها هذه المساحات الواسعة الزراعية، وهي أرض موقوفة، ودليل على ذلك أن يوجد نقش على حجر على باب الحضرة الإبراهيمية في المسجد الإبراهيمي الشريف، مكتوب عليه أوقف السلطان عيسى الأيوبي قريتي دورة وكفر بريك اللي هي بني نعيم على مصالح المسجد الإبراهيمي الشريف. فرقبة الأرض في دورة هي وقف على المسجد الإبراهيمي الشريف، فهي أرض وقفية، ولا يجوز لأي إنسان أن يبيع دنم أرض أو قطعة أرض إلا بالرجوع إلى مديرية الأوقاف. بخصوص يعني الطابع المميز التراثي، الأكلات الشعبية والشغلات الزاكية والأعداد وكمان جمعة الناس في مدينة دورة، كيف كانت زمان؟ نتحدث عنها شوي وتحكي لنا عنها لحتى نعيش إحنا وياك فيها. من المعلوم أن الأراضي الزراعية كانت عبارة عن أراضي توزع على العشائر، هذا قبل 1887 للميلادي، وفي عهد السلطان عبد المجيد قام بمساحة الأرض أو بعمل مساحة للأرض وإصدار أكواشين الطابو التركي، وخصصت كل قرية أو أنفار، عدد الأنفار الأراضي توزع على عدد أنفار العشيرة، وكل عشيرة عرفت أرضها في دورة وفي القرى المجاورة أيضا. طبيعة حياة الناس كانت يعتمده بالدرجة الأولى قديما على الزراعة، حيث يذهبون بشكل جماعي العشيرة وتحرث وتزرع وتدرس وتنتب الحبوب، كنت تطلع تشارك معهم نعم في الزراعة. نعم كنت أنا شخصيا أحضر التبن وأحضر القمع والشعير. حلوة هذيك الأيام حاج، هي أحلى من الأيام هاي. نعم بطبيعة الحال إحنا نحن إلى أيام الشباب، فكنا نحضر الحبوب ونحضر كل ما يلزم ونضعه في المخازن هنا، ثم تجتمع العشيرة في الديوان ويتسامرون ويأكلون ويحضرون العنب ويحضرون الأكلات الشعبية وغير ذلك، وخاصة في أيام الأفراح والأعراس. أعطينا أكل هيك كانت موجودة زمان في الأعراس وراحة أو ضلت موجودة. الأكلات المعروفة التي هي المنسف على رأسه، وأيضا الفت أو الفتيت الذي كان شو هاي الفتيت؟ عبارة عن لبن يمرس هذا اللبن ويوضع عليه ثم يوضع معه الخبز أيضا، يفت الخبز فيه ويوضع عليه سمن أو زيت، وهذا يوضع في هنابي أو في أناجر كبيرة ويقدم إلى الناس أيضا ليتناول الأكل في الأعراس وفي الأفراح، لأن الأعراس كانت تمضي أسبوع كامل، والأعراس يغنون ويطبلون ويدبكون الشباب أسبوع كامل. كيف كان عرسك أنت كمان؟ من بداية الأسبوع حتى نهايته، والدبكة والدحية والأعراس والأغاني والأهازيج وغير ذلك كانت، والنساء تغني للرجال على سطوح البيوت، والشباب تبقى في الدبكة من المساء حتى الصباح إلى يوم العرس، فيحضر اللحم، وهو ليلة الحناء تحضر الفت إلى الدبيكي ويأكلونه ويتوزعون، ثم يعودون ويحضرون الحطب الذي يقطعونه من الجبال، وتبدأ النساء تغني وتزغرط وتهاهي إلى من يحضر. كان عرسك هيك نفس الإشي؟ نعم نعم عاد أسبوع كامل. نعم
ويطبخون اللحوم، ثم يوضع كل اللحم والمرق وغير ذلك والرز يوضع أمام الأشخاص الذين يأكلون، ويأتي العريس أيضا ويجلس على فرشه، ويجلس بجانبه شخص كاتب يكتب فلان نقط نص دينار، فلان نقط دينار، يعني كانوا نقطوا العريس هذا، وفي النهاية تجمع هذه. قديش كان نقطك يا حاج؟ بطبيعة الحال أنا أكثر شيء يعني أذكر 5 دنانير، هذول من الناس اللي كانوا مهتمين فيه، وفي ناس كان نقط نص دينار، ربع دينار، دينار، وما زالت القائمة موجودة عندي منذ 50 عاما، نعم موجودة بين إيدي من هو الذي قدم النقود. بطبيعة الحال هذه في الأفراح، وفي الأتراح أيضا الوضع لا يختلف كثيرا، وأيضا عادات الطهور أيضا كان يؤخذ الطفل ويطهر على النبي نوح عليه السلام، ويركبه على فرس ويضع على رأسه ريش، وتغني النساء خلفه، وكان من العادات أيضا حينما ينقطع المطر تخرج النساء مع الشباب مع أهل القرية أو البلد كلها، يخرج ويضيئون المشاعل ويرددون الأهازيج ويطلبون من الله الدعاء حتى يعني ربنا يفرجهم عليهم كل الاحتراف. الله يطول عمرك. هذه عادات كانت موجودة وموروثة، لكن بدأت إما تتقلص وإما تتحسن وإما تنقرض هذه العادة. الله يطول بعمرك. وإحنا يعني إحنا بنحكي على شغلات ممكن مش موجودة حاليا بالنسبة للأعراس، وإنه العرس يكون لمدة أسبوع ويكون في شغلات حلوة وشغلات مميزة عشناها إحنا والأستاذ محمد طبعا وياكم مباشرة في هذا البرنامج وهذا اللقاء. بنوعدكم إنه تكون في إنا كمان جولة في قرى مدينة دورة، وبنوعدكم كمان إنه يكون الأستاذ محمد معنا في كمان حلقات قادمة من هذا البرنامج منا وفينا، ونستكمل إحنا وياكم ويا قصص كتير حلوة وروايات وتراث من عنا من مدينة دورة، واللي هي أكيد من محافظة الخليل، وأكيد إحنا بنعتز فيها ومنفتخر فيها. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم بخير، إلى اللقاء.